أنا عندما قلت لا يريدون توسيع رقعة الصراع تحدثت عن كيف بدأت هذه المسألة بين إيران وبين أمريكا. في الفترة الأخيرة رغم كل الانزعاجات الأمريكية من نتنياهو والمعلومات التي صدرت من إسرائيل وتقول أن بايدن أقفل الخط في وجه نتنياهو وكانت المكالمة غاضبة وكان محبطا ونتنياهو لم يعد يرد على اتصالاته، ويعني رغم كل ذلك عندما يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن موضوع لبنان ينقلون الموقف الإسرائيلي. وليس ثابتة. هذه ثابتة، ولكن عندما ندخل في نقاش، ثمة وقائع. عندما يقول لبنان بالمعنى الرسمي للكلمة نحن مع تطبيق 1701 بالكامل، لماذا تأتون بالمفرق 1701 بالكامل؟ ما هو الجواب؟ لا يريدون. أنه 3.5 كيلومتر، 7 كيلومتر، يخرج حزب الله، فرقة الرضوان، شمال الليطاني، لا يمكن أن نبقى نتحمل وجود 80,000 مستوطن خارج منازلهم. طيب أن تقريبا ما يصل إلى 80,000 تقريبا أيضا من اللبنانيين الذين تركوا منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي، ماذا نفعل؟ طيب 1701 يتحدث عن الحدود ويتحدث عن مزارع شبعة مع إثبات لبنانيتها من قبل الدولة اللبنانية بالأمم المتحدة، يعني وليس من قبلنا كلبنانيين، نحن اتفقنا على طاولة الحوار عام 2006 بإجماع أن هذه المزارع هي لبنانية، يجب إثبات لبنانيتها أمام الأمم المتحدة. عن الغجر وقفت بسبب الموقف السوري، صحيح، لأنه هي تعتبر سورية. تأتي أفكار طرحت أصلا بال 2008 بأنه يا أخي تخرج إسرائيل وتسلم إلى قوات دولية وهكذا يكون الصراع هذا قد انتهى، يعني ما شأنكم إذا كانت لبنانية أو سورية؟ هذه مشكلة بين لبنان وبين سوريا. ولكن في مثل هذه الحالة وتطبيق 1701 نكون قد وضعنا حدا لكل شيء. النقطة الثانية، طب عندما تتحدثون عن 1701 بشكل ضاغط على لبنان، ما هي مسؤولية إسرائيل؟ هل اتفق لبنان مع نفسه على 1701؟ يعني هذا اتفاق لبناني بمجلس الأمن اسمه 1701 وعلينا نحن كلبنانيين أن نطبقه على أنفسنا؟ صحيح. أم هذا اتفاق يعني طرفين أساسيين لبنان وإسرائيل؟ طيب منذ 2006 حتى الآن من يخرق 1701؟ صحيح، جويا وبريا، جوا برا بحرا قبل أن نصل إلى الحدود البحرية، ومع ذلك يعني لا أحد يضمن إسرائيل أجهزة تنصت، محاولات اغتيال، خلايا تجسس وتنصت ودخول على الشبكات بالداخل، يعني من 2006 لليوم 30,000 شكوى أمام مجلس. بس اليوم كمان تقول أنه حزب الله أيضا لم يلتزم بالبند الذي هو عدم وجود مسلحين أو سلاح بمنطقة الليطاني، تبين من خلال هذه الحرب أنه للحزب وجود ولكن وهذا الوجود تعزز من 2006 لليوم باعتراف السيد نصر الله وحزب الله، لأنه إسرائيل رفضت الانسحاب من الغجر بشكل واضح، ورفضت الانسحاب من المناطق التي لا يزال الخلاف حولها قائما، وقامت بمثل هذه الأعمال. لذلك بدون تقاذف هذه المسؤوليات وتذاكي من هنا ومن هناك وإلى آخره، طبقوا 1701 انتهيت المسألة، وليتحمل كل طرف المسؤولية. ما اليوم يطرح 1701 مقابل ترسيم، ما هو أصلا 1701 ترسيم أيضا، هذه مسألة يجب توضيحها. ماذا يعني 1701؟ انسحاب إسرائيل إلى الحدود اللبنانية، يعني لا نتحدث عن 13 نقطة مختلف عليها بموضوع الخط الأزرق. ماشي، ماذا يعني؟ يعني الانسحاب إلى الحدود اللبنانية. اختلفنا على هذه النقطة، نذهب إلى معالجتها مثل ما عالجنا السبع نقط السابقة، مثل ما عالجنا مسألة الحدود البحرية بوضوح. يعني اتهام لبنان بأنه لا يريد ساقط أساسا وبشكل خاص بعد أن ذهبنا إلى اتفاق الحدود البحرية الذي هو مسألة مهمة جدا. صحيح. طيب بس نحن فالهوكستين من هون، طلع السيد نصر الله من هون وقال أهلا ومرحبا بالحرب، وقيل أنه أول بند من بنود مبادرة هوكستين كانت أنه العمل على تهدئة الجنوب، فأتى الجواب من السيد نصر الله أنه نحن جاهزون للحرب، ومن يخاف من هذه الحرب هم الإسرائيليين، نحن لا نخاف. لا، هذا تبسيط، اعذريني، يعني قيل هذا الكلام، لست أنت مسؤولة عنه، ولكن هذا تبسيط بالكامل.
في الخطاب الذي سبق هذا الكلام قال السيد نصر الله مسألة مهمة جدا 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 وأهملوها. موضوع القبول ب عندما قال البدء. تبدأ المفاوضات فور انتهاء الحرب، فور وقف العدوان على غزة. أن يخرج مثل هذا الكلام عن أمين عام حزب الله ويتحدث عن مفاوضات، وأن يكون أوكشتاين قد جاء والتقى الرئيس بري قبل هذا الكلام ونقاش دقيق وعميق أيضا حول تطبيق 1701 ثم عاد لاحقا ونفس الكلام، ماذا جرى بين هذه المحطة أو تلك؟ كأن أحدا لم يسمع حزب الله يتحدث عن مفاوضات، علما أن حزب الله كان له الدور الأساس بعدة أشكال بإنجاز الاتفاق على الحدود ترسيم البحرية وأبدأ الاستعداد للمفاوضات على المرحلة المقبلة. كأن شيئا لم يكن، استمرت إسرائيل بالقتل وباستهداف المدنيين وبالقيام بكل ما تشاء تحت عنوان إعطاء شيء من المعنويات للمستوطنين هناك وعلى لبنان أن يدفع الثمن، أو الاختلافات أو الخلافات بين نتنياهو وغالنت ونتنياهو القلق من بن غفير وسموتريتش أو أركان الجيش أو بن غفير وسموتريتش وهكذا، وعلينا نحن أن ندفع الثمن. والتهديدات متتالية لأن الجميع يأتي ويقول انتبهوا إذا لم تفعلوا كذا ستأتي إسرائيل. يا أخي ماذا قلتم لإسرائيل؟ ماذا تقولون لإسرائيل عن خروقاتها وعن ممارساتها وعن خرق 1701 من الأساس وعما تقوم به وعن قتل الصحفيين أمام كل العالم، أمام كل العالم، وعن قتل المدنيين والأطفال المدنيين؟ إذا كان حزب الله دخل ضمن قواعد اشتباك مثلا باستهداف عسكريين أو باستهداف منشآت عسكرية، إسرائيل تقوم بإحراق الأخضر واليابس في الجنوب وباستهداف المدنيين، ماذا قلتم لإسرائيل؟ ولذلك كان الجواب مع ذلك تعالوا إلى حل النهائي، هذا 1701 خذوه بالكامل وتعالوا إلى تنفيذه نحن وإياكم، ينتهي كل شيء. ولم يقبلوا. معنى ذلك المسألة فيها نوايا مبيتة كأنهم يبحثون عن انتصار لم يتحقق في غزة حله يتحقق في لبنان. يعني والتجربة سابقا لم تكن بهذا الشكل. قالوا حرب 33 يوم بتموز بعد 3 أيام أنه انتهينا من المسألة، 33 يوم لم ينتهوا من المسألة، طلبوا وقف اطلاق نار وخرجوا بالذل. طيب بس قد ايه مستعد حزب الله بموضوع 1701 بموضوع التراجع شمال الليطاني؟ تنفيذ 1701 هو يريد، هو يريد، والرئيس بري يعني يفاوض باسمي واسمي كأشخاص يعني صحيح بطبيعة الحال بموقعه المسؤول مباشرة كابن الجنوب كرئيس حركة أمل كمؤسس للمقاومة كشريك أساسي مع حزب الله في هذه المواجهة وفي هذه الحرب، وله الموقع المسؤول في التركيب السياسي اللبناني، لا يقول كلاما هكذا ولا يرمي كلاما من هذا النوع، ويتحدث مع موفد أمريكي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وهذا كله موثق ومسجل. الإحراج لدى الطرف الآخر، لماذا لا تبادر إسرائيل إلى الموافقة على هذا الأمر؟ لماذا لا تبادر أمريكا إلى الضغط على إسرائيل أن لبنان يتحدث عن تطبيق 1701، علما أنهم عند كل محطة دولية لمناقشة 1701 أو 1559 أو غيره مطالبة الحكومة اللبنانية بتطبيق القرارات الدولية. يا أخي نقول لكم نحن مع تطبيق هذا القرار بالكامل في هذه اللحظة الصعبة الحساسة، تعالوا الآن إلى إنهاء هذه المسألة والاتفاق على كل شيء لتطبيق 1701. لم نسمع منكم مرة أن إسرائيل مستعد نقدا لإسرائيل أو تحميلا لإسرائيل مسؤولية عدم تطبيق القرار 1701.